ينقسم الكاست إلى نوعين، داخلي وخارجي. ويقصد بداخلي أي داخل التخزين، أي يحفظ في نفس الملف، أي يحفظ في نفس موفي الدايركتور. ويقصد بالكاست الخارجي أي خارج التخزين، ويكون امتداده في هذه اللحظة CST. ويمكن تخزين الكاست خارجيا ثم استدعائه وربطه في أي ملف لاستدعاء الأعضاء الموجودة فيه. لعملية بناء الكاست الخارجي يمكن استخدام القائمة File New Cast. تظهر لنا نافذة نختار فيها اسم الكاست ونحدده، ويفضل أن نخضع لنفس قواعد التسمية وتحديد إذا ما كان الكاست مرتبطا بالموفي أو لا. أما الخانتين الموجودتين الآن فهما لتحديد إذا ما كان الكاست مستخدم من النوع الانترنال أو من النوع الاكسترنال. عند إدراج الكاست في الملف سواء كان خارجي أو داخلي يظهر وفق ترتيب الإدراج في هذه القائمة المنسدلة. من الاطلاع على خصائص الكاست يظهر لنا نوع الكاست أو مكان تخزينه إذا كان مخزنا خارجيا. للتفريق بين الكاست المرتبط بالملف والكاست غير المرتبط بالملف، يظهر الكاست المرتبط بالملف في اللون الرمادي الفاتح، أما الكاست غير المرتبط بالملف فيظهر في اللون الرمادي. الحكمة من وجود أكثر من كاست هي القيام بعملية تصنيف وتوظيف للأعضاء المستخدمة. فيمكن مثلا أن تكون الأكواد في كاست منفصل، وأن تكون مثلا الأنيميشن أو الرسوم المتحركة في كاست منفصل أيضا، كما يمكن أن تكون المفاتيح أو مبينات الوظائف في كاست منفصل أيضا. عند عمل مشروع تصنف الأعضاء إلى درجات أولوية، ويحدد الأكثر أولوية أو الأكثر شيوعا إلى الأقل شيوعا، يلي ذلك عملية إعادة ترتيب للأكثر شيوعا وتحديد درجات نسبية لكل عنصر على حدة أو لكل عضو على حدة، ومن ثم التعرف على القيم النسبية للأعضاء ووضعها في حاويات ذات قيم نسبية أيضا. حجم الكاست الخارجي لا ينبغي أن يزيد عن 2 ميجا، أما حجم الموفي لا ينبغي أن يزيد عن 1 ميجا، على الرغم من ذكر ماكروميديا لجملتها الشهيرة لا يجب أن تضع كل البيض في سلة واحدة، حتى إذا حدث أي عطل في ملف فلا تحدث خسارة كاملة على كل المشروع. حينما يبنى المشروع على ملف واحد فإن ذلك يعرض المشروع أيضا إلى بطء شديد في التصميم بسبب صعوبة الحفظ وصعوبة التعديل حينما يكون الملف كبيرا. يجب وضع نظام لتسمية الأعضاء، فمثلا الأعضاء العادية يجب أن تكون بأسماء معبرة عن محتواها. لنضع بالاعتبار أن العضو الموجود على الكاست الخارجي هو عضو ذو أهمية كبيرة، فهو يمكن استخدامه في أكثر من مكان ولأكثر من مرة في كل
الملفات المتصلة بالموفي، وذلك عن طريق ربط الكاست الخارجي بالموفي المراد استخدام أعضاؤه فيها. يتم استيراد الكاست الخارجي إلى الموفي كأحد طرق ربط الكاست الخارجي. أيضا يمكن فتح الكاست ثم يظهر لنا باللون الغامق، ثم نسحب منه عضو إلى شاشة العرض، تظهر لنا الرسالة التي تنبهنا إلى عدم ارتباط الكاست بالموفي، وهل نرغب في ربط الكاست بالموفي؟ إذا أجبنا بنعم تم ربط الكاست بالموفي، في حالة الرغبة في إلغاء الأمر ينسخ العضو إلى الحاوية التي يتم اختيار النسخ إليها. كما يمكن عمل من موديفاي موفي كاست ثم ضغط مفتاح لينك إلى ثم ربط الكاست الخارجي. للكاست الخارجي أهمية كبرى، حيث عند تصميم أي برنامج لابد من وجود أعضاء ذات قيمة قصوى، مثل مفتاح سابق وتالي، ومفتاح الخروج، ومفتاح القائمة الرئيسية، ومفتاح العودة، ومفاتيح التحكم في الصوت. من فوائد استخدام الكاست الخارجي إعادة استخدام الأعضاء وتوفير المساحة وزيادة سرعة الأداء، كما أن التعديل يكون سهلا، حيث يعدل العضو في الحاوية الخارجية أو الكاست الخارجي، ومن ثم يظهر معدلا في باقي الأجزاء. كما أن هناك أعضاء خارجية وأعضاء داخلية، والتي يظهر أيضا الرمز الجانبي لها، وكما سبق أن شرحناها. لهذه الأعضاء فائدة، حيث أن استخدام عضو مرتبط خارجيا يعطينا سهولة في التعديل أو التغيير، عدم الحاجة إلى متخصص برمجة في تعديل الملف، بمعنى يمكن إذا كان الملف ملفا صوتيا أن يعطى إلى متخصص الصوت ثم تشغيله من خلال البرمجة، أي تشغيل الفايل باسمه فقط لا غير. بمجرد أن يوضع فايل بنفس الاسم في نفس المكان يتم تشغيل فايل الصوت أو حتى فايل الفيديو أو أي فايل مرتبط خارجيا. إذا كان العضو المرتبط خارجيا هو عضو يستخدم في أكثر من مكان داخل نفس الموفي، فإن ذلك قد يسبب سرعة في التحميل إذا كانت عملية التوظيف تتم من خلال الكود، حيث بالفعل قمنا بإجراء تجربة تمت فيها عملية قياس تحميل 15 ملف فيديو مرتبط ارتباط خارجي ولا تحمل بالكود أو ولا يتم توصيفها بالكود، وبين فايل واحد فيديو ويتم توصيفه في كل شاشة أو عند الدخول على كل شاشة على الملف الخارجي، لنحصل على زمن 1 إلى 15 من زمن تحميل الملف. وبالتالي كلما كثرت عدد الأعضاء المرتبطة خارجيا كلما كان ذلك حسابا على بداية زمن تشغيل الملف، وأيضا يجب مراعاة ذلك نظرا لخطورة مدة التحميل، لأن زمن التحميل عليه عامل كبير في قبول السي دي أو عدم قبولها من أساسه، بمعنى أنه عندما يقوم المشغل بتشغيل كورس فيجده يفتح في زمن طويل قد يعطيه إلى السكرتيرة أو قد ينشغل عنه، إلا إذا كان الموضوع يهمه بدرجة عالية. يختلف نوع الاستيراد للعضو الداخلي إلى حاوية الأعضاء من استيراد لكامل بيانات الملف
أو عمل ارتباط من داخل الملف إلى العضو المستورد على نفس المسار الذي تم الاستيراد منه وعليه، فإن هذا يحتم علينا أن نضع الأعضاء المستوردة استيرادا بالمسار أو استيراد بالارتباط أن يوضع في نفس مسار مشروع الدايركتور أو في مسار تفريعي تابع لنفس المسار.